أنا متشبت بالأمل وأطمئن له أكثر لما ألتقي شباب متحمس مقتنع في ظرف اللي كنظن بأنه البلد ديالنا لم يعد يستحمل كلفة وأثر التسلط والاستبداد. حضوري هنا في الملتقى الوطني 16 الاتحاد الوطني لطلبة المغرب هي بالنسبة لي كمثل ربط ماضي بحاضر وتطلع إلى المستقبل. اليوم كلما أتيت إلى الجامعة إلا من جانب أستحضر لحظات جميلة مررنا بها من الجامعة، ثم يشكل لنا نقطة اطمئنان على أن المشعل الحمد لله ينتقل من جيل إلى جيل ولكل جيل بصمته. نعم تختلف الظروف وتختلف السياقات، ولكن المشاهد التي نراها، هذه القوة التي نراها، نطمئن أن المستقبل ودور حركة طلابية ما زال عليه رهان مهم جدا. أولا وعي المواطن المغربي هذه حقيقة ما يمكنش نغطيو عليها، رغم ان هناك جهود يبدو لها النظام المغربي لتبخيس الوعي المغربي، لتسطيح الوعي ديال المواطن المغربي من خلال الحملات المتتاليه والمكتفه ديال الالهاء وديال الاشغال وديال التشهير بالخصوم وغيره، ولكن مع ذلك نجد ان الوعي المجتمعي في تنامي، وهذا التنامي المخزن هو سبب وطرف فاعل فيه. علاش؟ لان الازمات اللي كتنتجها السياسات ديالو وهذا التازم بالواقع هو كينتج رده فعل مجتمعيه طبيعيه نتيجه انفتاح وسائل التواصل، نتيجه انفتاح التجارب العالميه لانه استطاعه المواطن ان يطلع عليها، هذا ينمي وعيه. ولكن واش العدل والاحسان الان بصدد الرجوع للشارع والرجوع للاحتجاج؟ العدل والاحسان لم تغادر الاحتجاج ولم تغادر الشارع. لماذا؟ لأنه ببساطة شديدة قناعة مبدئية عند العدل الإحسان هي المشاركة مع الشعب المغربي في كل همومه في كل وقائعه. العدل الإحسان حاضرة، ليست هي التي تصنع الأحداث في كل واقعة كما يدعي النظام المخزني، لأنه في كل لحظة ولات عندنا واحد النغمة مكررة بالنسبة لنا شاذة، هو أنه وقت ما تأزم المخزن وقت ما فشلت السياسة يقول لك هناك فاعل عدمي في المجتمع، هذا ما كاينش. اللي كاين هو ان العدل الاحسان حاضره، العدل الاحسان فاعله، العدل الاحسان مؤثره وستبقى كذلك. العدل الاحسان لان من مبادئها الاساسيه مطالبه بعداله اجتماعيه حقيقيه، المطالبه بكرامه المواطن المغربي، المطالبه بتحرير سياده المجتمع المغربي، المواطن المغربي يكون سيدا في بلده، هذا هو. وبالتالي فهي ماشي بصدد العوده، لا هي متموقعه في هذا الامر. We'll be right back.